السلام عليكم. صرح الوزير الأول سيد بن عبد الرحمن أنه الخط سكة الحديدية رابط بين مدينة تيسمسيلت ومدينة بوكزول في ولاية مدية سوف يفتتح قبل نهاية السنة هذه 2022، وأن هذا الخط هذا يتكون من 5 محطات، هي مدينة محطة بوكزول، ثم الشهبونية، ثم محطة سيدي العجل، ثم تأتي محطة حاسي فوديل، وكذلك محطة كولونيل بوغارا، ثم في النهاية محطة نتاع تيسمسيلت. والخط هذا يعني طول ديالو هو 140 كيلومتر، وبسرعة تاع القطار تصل إلى 160 كيلومتر في الساعة. وينتمي هذا الخط إلى كما نعرف الخط الشامل نتاع الهضاب العليا، لا روكا ديو بلاتو، اللي تبدأ من سعيدة، ولاية سعيدة، باتجاه ولاية تبسة. والخط هذا اللي سوف يفتتح يمر عبر 4 ولايات، وهي ولاية تيسمسيلت، ولاية تيارت، ثم ولاية جلفة، وينتهي بولاية المدية. وسوف يفتتح كذلك الشطر الثاني بين مدينة بوغزول وولاية مسيلة على مسافة 190 كيلومتر في يعني بداية في الشطر، يعني في الشطر الثاني من السنة المقبلة 2023. هذا هو. وكذلك يعني تجدر الإشارة أنه هذا يعني المشروع يدخل في إطار لو شيما ناسيونال داميناجمون دي تيريتوار، يعني المخطط العام للسكك الحديدية اللي نشاهدوه هنا في الخارطة هذه، واللي يبلغ طوله الإجمالي حوالي 6500 كيلومتر عبر كل التراب الوطني. إذن هنيئا بهذا التسليم الجديد، اللي فيكون إضافة أكيدة للبنى التحتية في الجزائر. خليكم تشاهدوا نماذج من مختلف هذه المحطات التي تزين هذا الخط العصري الجديد. والسلام عليكم.